بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. شكراً لكم مرتين، شكراً على الدعوة الكريمة إلى هذا المسجد المبارك، مسجد الرحمن، وشكراً على الحضور، هذا الحضور الذي يعبر عن ذلك الإيمان الذي يقود الناس إلى بيوت الله، فالقلوب تسبق الأبدان. من الأمثال القبائلية السائرة أنديز ورول اتبع ثضار، حيث يسبق القلب الرجلين يمشيوا فالقلوب تسبق الأبدان. الأسرة الجزائرية بين الواقع والآمال، وأعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة وأربع نقاط وخاتمة. المقدمة تجعلنا، هذه المقدمة نمهد للموضوع من خلال حديثنا عن أهمية الأسرة. الأسرة أساس بناء المجتمعات، لا يتشكل المجتمع إلا من مجموع الأسر، مجموع الأسر هي اللي تكون المجتمع. إذا كانت الأسرة هذه النواة، إذا كانت قوية متماسكة مستقرة يكون المجتمع كذلك، هي نتيجة حتمية. يكون المجتمع قويا متماسكا مستقرا، أما إذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة يكون المجتمع كذلك ضعيفا مهزوزا. هذه المسألة لا تقبل إثبات العكس. الأمر الثاني في المقدمة أن الأسرة باعتبارها هي النواة يصعب تحقيق الاستقرار عليه، يعني لها في هذا الزمان. ربما في وقت سابق تحقيق الاستقرار هين بسيط، هناك عوامل كثيرة مساعدة على تحقيق الاستقرار، عوامل مساعدة. كاين الأسرة الممتدة، الأسرة الصغيرة كيديروا أسرة، كاين الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فيه تعاون ومرافقة لهذه الأسرة الناشئة الجديدة، فالجميع يسهم في دعم هذه الأسرة الصغيرة. ولكن نحن الآن نعيش في وقت صعب للغاية، نشهد استقالات لا نحصيها عددا، فصار الكثير من الناس يتملصون من مسؤولياتهم، كل واحد يقول تخطيني تخطي راسي، فضلا عن عوامل الدمار التي برزت في هذا الوقت. التكنولوجيا لها دور كبير مفيد يقينا، ولكن لها وجه آخر غير مريح تماما. كم سببت هذه التكنولوجيا، بل كم سبب الاستخدام السيء، لأن الوسائل لا حكم لها كما يقول العلماء، الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد، أما الوسائل فلا حكم لها. إذن الاستخدام السيء للتكنولوجيا
أحدث ألوانا من الدمار لمنظومة القيم لفالور الحياة والقدر كثير، وكذلك وأحدثها أيضا هذا الاستخدام السيء الكثير من المشكلات بين الزوجين بين أفراد الأسرة الواحدة. واتفقت كلمة العقلاء في هذا الوقت، أقول العقلاء بلا استثناء، على ضرورة الاهتمام بالأسرة، والأدلة كثيرة جدا. دعوني أترك المقدمة نروح مباشرة إلى النقطة الأولى، الأسرة في الشريعة. الشريعة الإسلامية اهتمت ببناء الأسرة، وهذه الآيات التي استمعنا إليها قبل حين تدل كثيرا على المعاني التي تفيد تقوي أركان الأسرة من أجل تحقيق مقاصدها المختلفة. الشريعة اهتمت بالأسرة، الأدلة كثيرة والآيات والنصوص كثيرة، أذكر بعضا منها. دعوني أبدأ بقوله تعالى في سورة النساء الآية 21، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ربنا جل جلاله وصف هذا العقد، عقد الزواج، بالميثاق. وما ذكرت لفظة الميثاق في القرآن إلا في موضعين، في موضع النبوات، في موضع النبوة، وفي موضع الزواج. هنا اللي ربي سبحانه هضر على الميثاق. وكي تسمع كلمة عقد، مهم، كونترا انجاجمو عقد، ولكن ربي اسمه ميثاق. وفي الحقيقة هذه أكبر ضمانة لاستقرار الأسرة، كون هذا العقد هو ميثاق، والله هو الذي سماه، مع الوصف اللاحق به، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سورة النساء الآية 21. إذن المفروض نستقبل هذا الوحي الطاهر استقبالا جيدا يجعلنا نفهم رسالة الإسلام في أمر الزواج. والزواج هو أساس بناء الأسرة، لا تظهر الأسرة إلى الوجود إلا بعقد، يسمى بعقد الزواج الذي سماه القرآن ميثاقا غليظا. وفي الآية 21 من سورة الروم، وربنا يقول ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا غابت المودة وحضرت الرحمة ستظل الأسرة قائمة صامدة أمام جميع الهزات والزلازل التي تواجهها. والمشكلة إذا غابت المحبة المودة وغابت الرحمة، انتهت الأسرة. كم من أسرة عاشت سنوات عديدة مع غياب المودة ومع حضور الرحمة؟ لا بأس، ولا لا لا، الرجل مع المرأة، وياما وياما شفنا الناس ميزيريا والمحنة والجوع والمرض، ولكن يعيشوا 40 50 60 70 سنة عادي مستقرين، أولادهم ما على بالهم ولا شيء، ولكن هذوك فاهمين ما معنى الأسرة. ماشي لسبب بسيط، يلا إذا كان الراجل طاحت به الدنيا، كان غني ولبس به، من بعد كي ولا فقير زوجته تخليه، أو العكس.
ولا كيكون عندها أولاد كبر أولادها الله يبارك، تقول له أنت يا خلاص تعزله، يتعزل يأكل وحده كلش. هذا أمر موجود، هذا من مظاهر السوء في حياة الأسرة عموما، لا أتحدث عن الأسرة الجزائرية وسيأتي البيان. ولكن أو العكس، ممكن هذه المرأة تمرض أيضا، زوجها يتخلى عنها، أين هي الرحمة؟ إذن ربنا عز وجل أعطانا وسائل ورانا طريق نتاع تماسك الأسرة مع كل الظروف، والحياة عامرة بالمفاجآت. الله يرحم الشافعي اللي قال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. أعود إلى سورة الروم الآية 21، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نقرأ قوله تعالى في سورة النساء الآية 19، وعاشرهن بالمعروف. نقرأ في قوله تعالى الآية 231 من سورة البقرة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. آيات كثيرة. نقرأ في سورة البقرة الآية 237، ولا تنسوا الفضل بينكم، الرجال ونسى، لازم الرجال ما ينساش فضل الزوجات، الزوجة اللي حكمت له الدار، اللي ربت ذراري، اللي خدمت باباه ويماه، ما تنساش هذه الزوجة اللي بدأت معاك الحياة درجة بدرجة. وأيضا الزوجات، ربي يقول لهم ما تنسوش فضل الأزواج، هذا راجلك اللي يخرج ويتعب ويجيب القوت ويجيب الأرزاق ويسافر ويتاجر إلى آخره، حتى ولو صدرت أخطاء أو تجاوزات، نحن بشر، كاين أخطاء وكاين تجاوزات، وكاين ممكن الراجل يظلم، ممكن المرأة تظلم، عادي. ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذه الآية تخاطب الأسر بعد تأسيس الأسر، عند حصول النزاعات في الأسر، بل حتى بعد فك الرابطة الزوجية، لأن هذه الآية جاءت بعد بيان أحكام الطلاق. مع ذلك ما زال ربي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم من أجل التسيير الحسن لما بعد الطلاق، خاصة عند وجود الأولاد. إذن الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. خلينا نبدأ من نزول الوحي، نرجع 15 قرن من نهار اللي ينزل الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات اللي نزلت، الآيات الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا كي جاء الدار جاء الأسرة نتاعو، وقد يعني اقتضت حكمة الله أن يهيئ الله له أسرة ترافقه بدءا من الخطوة الأولى من نزول الوحي. أرجع الخديجة ربي يرضى عليها، قال زملوني لقد خشيت على نفسي. وقالت له خديجة، تعرف واش قالت له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما تخافش. شوف الكلمة هذه حينما تصدر من الزوجة، لها دور كبير، دور فعال. حتى احنا في الدنيا كي يجي واحد يقول لك ما تخافش، هذا واش قال لك؟ وعلى بالك كلمة ما تخافش تعطيك القوة وتزرع فيك الأمل. كلمة يقول لك ما تخافش ورتسوغ،
وكم من أزمة يعيشها أحدنا أو بعضنا أو كلنا، فليأتي من يأتي ويقول لك ولنا جميعا لا تخف، ما تخافش. هي قالت له كلام يشبه هذا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فذكرت له بعض خصاله: إنك لتصل الرحم. وهذه أيضا دخل في الأسرة، صلة الأرحام: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وفي رواية: وتعين على نوائب الدهر. ماذا نفهم من هذه الحادثة، هذه الواقعة؟ أن الأسرة كانت حاضرة مع نزول الوحي، مرافقة. وحينما نقرأ في كتب الصحاح وفي الموطأ وفي كتب السنن نجد العجب من هذه الشواهد الكثيرة، فما لا يدرك كله لا يترك جله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أوتي جوامع الكلم، حديث في مبناه صغير ولكن في معناه وفي مقاصده كبير بزاف. خيركم، هذا هو معيار الخيرية، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذا في سنته القولية، وفي سنته العملية نجد الشواهد الكثيرة التي لا نحصيها عددا. ويقول أيضا في حديث آخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: من يقوت. يعني إثم كبير اللي يستقيل ويتخلى عن مسؤوليته في القيام بشؤون أهله وأولاده. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أكتفي بهذا، هي في نصوص كثيرة، فقط في هذه النقطة الأولى باش نبينوا باللي الأسرة عندنا أحكام شرعية كثيرة في القرآن والسنة تشكل سياجاً للضرب. الضرب وحديق تشكل سياجاً منيعاً يحمل أسرة، يحمل أسرة قبل التأسيس وعند التأسيس وعند حصول المشكلات والأزمات، بل حتى بعد فك الرابطة الزوجية. أمر عجيب، تكفي هذه الإشارة. وإن شئتم بطريقة أخرى أقول: هذه النصوص الشرعية تعطينا التدابير الوقائية، والوقاية خير من العلاج، وتفيدنا بالإجراءات العلاجية عند حصول أي إشكال. هذه خلاصة هذه النصوص. ننتقل إلى النقطة الثانية اللي هي الأسرة في المنظومة القانونية. هنا نديروا ألف وباء في المنظومة القانونية الدولية والمنظومة القانونية الداخلية باختصار. ألف: المنظومة القانونية الدولية، لازم تعرفوا إخواني الكرام باللي القانون الدولي، الاتفاقات الدولية اهتمت بهذا الموضوع كثيرا. نعطيكم بعض الأدلة، عندنا أكثر من 75 دليل في هذه النقطة بالذات، اختاروا بعضا من هذه الأدلة. نبدأ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. هذا إعلان عالمي في المادة 16 الفقرة الثالثة، فيها نص واضح جدا على أهمية الأسرة.
معنى هناك اهتمام دولي بالأسرة وبقضاياها، هذا مثال واحد. المثال الثاني ميثاق الطفل العربي الصادر عام 1984 في المادة الرابعة، نص أيضا على الأسرة. نروح إلى إعلان حقوق الطفل الصادر عام 1959، نروح إلى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد عام في 1990، وصادقت عليها الجزائر سنة 1992. كثير من الفقرات، منها المادة 20 الفقرة الثالثة أشارت إلى القانون الإسلامي بهذه الصيغة، تعمدت ذكر هذه الفقرة، الفقرة الثالثة من المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل، أحالت إلى القانون الإسلامي. ماذا نفهم؟ نفهم بأن هؤلاء يقولون نعترف بالإسلام عنده أحكام وقواعد تنظم شؤون الأسرة، وجاءت الصيغة هكذا القانون الإسلامي، نعتقد ذلك، نعتبره اعترافا دوليا. والأدلة كثيرة. نروح الآن نؤكد على، نذكر بعض القوانين الموضوعية الداخلية للأوطان. أذكر على سبيل المثال قانون 1917 في ظل الدولة العثمانية، اعتمادا على الفقه الحنفي أساسا، هذا القانون مهم جدا، يعتبر نبراسا للعديد من القوانين الصادرة بعده. قانون 1917 الذي يسمى بقانون حقوق العائلة، ثم بعد ذلك صدرت قوانين كثيرة استمدت من الفقه الإسلامي عموما ومن بعض المدارس الفقهية على وجه الخصوص. أذكرها بتواريخها سريعا: قانون 1946، قانون 1951، قانون 1953، قانون 1979، قانون 1984، قانون قبل ذلك 56، 57، قوانين كثيرة جدا. هذه مهتمة بقضايا الأسرة. ذكرت لكم بعض القوانين الموضوعية الوطنية المهتمة بشؤون الأسرة. إذا سمحتوا لي، بالنسبة للجزائر عندنا قانون 84/11 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1404 للهجرة، الموافق ل 9 يونيو جوان 1984 المعدل والمتمم بالأمر 0502 الصادر بتاريخ 27 فيفريي 2005، كله يتعلق بقضايا الأسرة. ونقرأ مادة لطيفة وهي المادة 222، تنص بالحرف الواحد على ما يلي: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. أغلق القوس. بمعنى إذا كان القانون غفل مسألة من المسائل تروح للشريعة الإسلامية. كملنا النقطة الثانية، الآن نروح النقطة الثالثة: واقع الأسرة الجزائرية. هناك وجهان ألف باء. الوجه ألف
هو الوجه المشرق، والوجه با هو الوجه المظلم. الوجه المشرق نبدأ به واقع. درك الآن نديروا الرادار على الأسرة الجزائرية، هناك وجهان. الوجه المشرق مليح يفرح، الحمد لله باش نحمدوا ربي ونشكروه، كاين الخير وكاين أسر ما شاء الله في الجزائر عايشة بالشريعة الإسلامية بالأحكام العرفية، تجديف اللي عندها دور كبير. سلطان العرف لا ينكر، الأعراف عندها دور كبير في تماسك الأسرة. الله يرحم أجدادنا، كي تجي العروسة للدار سبع أيام هذيك على بالكم يقوموا بها يفرحوا لها، ما الطيب ما والو، لازم تتبع العادات نتاع الأسرة الجديدة اللي جات ليها. أنا عميه هذه مهمة جدا، بمعنى ذيك العروسة لازم تشوف إذا كانوا الناس نتاع العائلة كينو ذوقوا صباح الخير، لازم تقول صباح الخير. إذا كان يسلموا على رأس العجوزة والشيخ لازم تسلم عليهم، ما تقولش لا لا أنا عندي عاداتي، أنا قاري، أنا عندي شهادة، أنا هذه عادات، تسلم وتقول لا لا ودادة. إذا شفت العائلة تقول مرحبا للضيف، ما تقولش هي ما نقبلش الضيوف، ما كان والو، دارت أسرة مع زوجها تروح. وهنا الإشكالات الكبيرة اللي تعطينا ذاك الوجه المظلم اللي نتكلم عليه بعد حين. إذن هناك وجه مشرق مضيء في الأسر الجزائرية، صلة الأرحام والقدر والتفاهم بين الزوجين وتربية الأولاد والمحافظة على الصلاة وعلى الصيام وبسم الله ما شاء الله. عندنا خير كثير، ويحافظوا على الأعياد والعيد يعيدوا ويضحوا بسم الله ما شاء الله، والزيارات والأرحام والجيران، عندنا خير كثير ربحا للزمن. ما نطولش باش نركز على مواطن الخلل. إذا هذا موجود هاو ذكرناه، نروح للباء. الوجه المظلم موجود جدا خاصة في هذه السنوات الأخيرة. أذكر بعض مظاهر الوجه المظلم. المظهر الأول هو قطع الأرحام. قطع الأرحام، ما يتهادروش، ما يتكلموش، ما يتزوروش، نقول بشكل عام إما بين الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات وإلى آخره، كاين إشكال هذا كبير. والدليل كاين بعض الناس ما يتشاور 30-40 سنة، ما كان لا السلام لا ولو لا شيء، هذا أمر مرفوض. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم كي قال الرحم معلقة بالعرش. هذه رسالة قوية تنبه الغافلين، ويقول ليس الواصل بالمكافئ. ما تقولش عمي زارني نزوره، بعث لي رسالة نتاع البورتابل في الهاتف نردلو، ما بعث ليش لا لا ما نسلمش عليه، أنا اللي نسبق. علاش ماشي هو؟ انقلبت الأمور، يغلق المنس ضارا، صار انقلاب كبير في القيم، انقلاب كبير جدا مخيف. هذا مظهر سيء. مظهر آخر سيء دور العجزة، دور الرحمة. يعني بيني وبينكم لو كان الرحمة تعمر القلوب نحتاج إلى باش نديروا دور الرحمة؟ طبعا لا، لولا الضعف الرحمة في القلوب ما كنا في حاجة إلى دور الرحمة. تلقى إمغاران في مغارين العجايز عندهم أولاد كان اللي عندهم من الأحفاد
وخلوهم في دور العجزة، كان اللي يزورهم في الأعياد وكان اللي ما يزورهمش حتى في الأعياد. إذن هذا خلل في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية. نروح إلى موضوع الطلاق أو فك الرابطة الزوجية. ما نقولكمش مراعاة لنفوسكم الحاضرين والغائبين، ما نقولش الإحصاءات، هناك دي ستاتيستيك مخيفة. سواء الرابطة الزوجية التي فكت عن طريق الطلاق، وين الرجال اللي طلقوا زوجاتهم، ومعظم الأوقات بلا سبب أو أسباب تافهة، أسباب بسيطة، تقول له فليكسيلي كي ينسى مشكلة، قالت له زوجته فليكسيلي برك دير لي هذه الوحدات نتاع التليفون، وهذا أمر واقع. وهناك بعض الأسباب أتفه من هذا السبب، ولكن وقع ما وقع. وما نتكلموش عن حالات الزواج، حالات الطلاق اللي تكون بعد أيام من الزواج، كل شيء كاين، يلي طلقوا بعد سمانة، يلي طلقوا بعد شهر، يلي طلقوا بعد شهرين، يلي طلقوا بعد عام عامين. رغم أن جميع العقلاء حتى من علماء السوسيولوجيا والبسيكولوجيا وعلماء كلهم يقولوا السنوات الأولى واعرة، مازال ما تفهموش، مازال يصبروا، ما يصبروش، أول مشكلة روح الطلاق مباشرة مشكلة. إذن هناك حالات الطلاق بالإرادة المنفردة، هناك حالات نتاع التطليق وين الزوجات يطلبوا التطليق من القضاء، هناك حالات نتاع الخلع، والإحصاءات نتاع هذه السنة برك اللي فاتت مخيفة جدا. الخلع يعني وين الزوجات هما اللي يطلقوا الأزواج، عادي القانون يسمح. لذلك لاحظنا خاصة بعد التعديل الذي حصل في 2005 المؤشر البياني طلع، هذا أمر مخيف. وما نقوله عن الوطن نقوله عن خارج الوطن، جالياتنا التي في الخارج أيضا تعاني أزمات ومشكلات كبيرة جدا. إذن الطلاق الذي تفشى في مجتمعنا كما هو أيضا في المجتمعات الأخرى، فقط مراعاة لعنوان المحاضرة، وإلا حدثتكم عن الشعوب الأخرى أيضا، هذا هم كبير تعاني منه الأسرة البشرية قاطبة. إذا انطلق هذا بزاف، الخلع بزاف إلى آخره، وما ينتج عن ذلك من مساوئ، ذراري يضيعوا، القراية ما كانش، واللي يروح للمخدرات، واللي يروح للعنف للجريمة، واللي يروح، كل هذه من الآثار. ومما أذكره في مرة من المرات درت محاضرة في السجن داخل المؤسسة العقابية، وطبعا قبل ما ندير محاضرة نقرأ يعني طبيعة الجرائم وإلى آخره. واحد منهم دخل السجن مرارا، فحينما قلت له على الانفراد بعد المحاضرة العامة، كي تخرج هذه المرة حاول تندمج في المجتمع وخليك من كل مرة تروح تدخل تروح تخرج، تعرف ايش قال لي؟ وأذن لي بأن أقول هذا الكلام، قال لي هذا المجتمع لا يستحق الاحترام. قلت له لماذا؟ قال لي نهار اللي يما طلقها بابا ما كان حتى واحد يدخل باش يفريهم، كانوا يتفرجون. هو قال قالك بابا طلق يما وما كانش اللي قال خاف ربي وعندكم ذراري، قال انا حرمت من ذلك المحضن الطبيعي باش نعيش مع بابا ويما، الان هذا المجتمع لا يستحق الاحترام. وهذا الشاب الان خرج وصار انسانا صالحا، طبعا كانت متابعه بعد ذلك، ما تكفيش المحاضره لازم نسويفي بعد ذلك. قال يا فلان ولو حصل ما حصل، هناك بعض الناس يستقيلون بل يحبون الكلام، يقول لك على بالك الفلاني يطلق الفلان تلقاه الكلام حكايات اخبار مع بعض التعليقات، هذا امر لا ينفع.
كأني أريد أن أوجه رسالة لنا إلينا جميعا باش كي تصرى مشكلة تتدخل الأسرة الزوج والزوجة وحدهما قدروش يفريوها. علاش ربي قال في سورة النساء الآية 35 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هكذا وياما الوالدين دخلوا يفريوها، والحمد لله الوالدين والأئمة والمرشدين والمرشدات الخير كاين. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هناك نزاع قد وقع بين أهل قباء، لم يؤجل لم يتردد، قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. نزاع بين الناس وهذا الأولى، قالوا اذهبوا بنا نصلح بينهم. الحديث خرجه الإمام البخاري رقم الحديث 2693. إذا حنا باش الأسرة تتحمل هذه المسؤولية. العقد هو عقد بين زوجين صحيح، ولكن هو أيضا علاقة بين أسرتين. إذن موضوع الطلاق وما يأتي بعد ذلك، فهذا الشاب صار الآن شابا صالحا والحمد لله، بعدما أدرك أنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يلا ورينا على كتافك أنت، كن إنسان صالح وخدم الخير ويلا وراك جربت. أنت مكي تدير أسرة ما تطلقش، يلا وعاون خوتك وعاون أصدقائك وهكذا ليعم الخير. إذن هناك وجه سيء في الأسر، هذا موجود والحمد لله سبقت بالوجه المشرق، ولكن حينما تحدثنا عن بعض مواطن الخلل في حياتنا من أجل أن نتعاون على البر والتقوى ونتعاونوا، هذا مكان ربي سبحانه قال وتعاونوا على البر والتقوى. يلا وربي قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حبيتوا تبدلوا تغيروا، شدوا في الدين وما تخافوش، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآية 137 وما بعدها من سورة العمران. الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سورة الرعد الآية 11 ربنا وعدنا أن يغير حالنا إلى أحسن حال إذا كانت هناك نية صادقة، إنما الأعمال بالنيات. نروح الآن النقطة الأخيرة الرابعة اللي هي الأسرة نتاعنا. نشوف دروك الآن الآفاق الأمل. نحن أمة الأمل لا نيأس. أعطيكم الدليل، واش قال ربي في سورة يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن ما عندناش حق نيأسوا، كاين مشاكل يلا. واشكركم استاذ فارس على اختيار هذا العنوان جزاكم الله خير، لانه نشوفوا مشاكلنا. هذا نوع من انواع الاعمال، تنبيه لفت الانتباه تذكير. ربي قال وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، سوره الذاريات الايه 55. وبعدين كاين ربي ما يأسوش، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يعني سيدنا يعقوب المفروض ييأس، يوسف جابوه دليل إثبات بلي كلاه الذيب والدم كل شيء كاين، وشحال من السنة اللي فاتت وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا، تعرفوا الآيات، قالوا يا أبانا إن ذهب نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب. ماشي راح لا، يعني كلاه، هو الدليل غير القميص نتاعو اللي بقى مع الأثر، فأكله الذيب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولكن قال لهم تعرفوا الآية 18 مثلا فصبر جميل، نحتاج الصبر احنا أيضا باش نتغيروا. الآية 18 من سورة يوسف فصبر جميل، احنا أيضا فصبر جميل. نخاطب أنفسنا بهذه الآية أو بهذا الآية. إذن ربي قال فصبر جميل
والله المستعان على ما تصفون. الآية 83 فيها الأمل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إن شاء الله عسى الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع، حقق الله لنا ما لا نستطيع بأمر منه. الآية 82 من سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمل قائم، بشرط باش يكون عندنا نحقق ذلك الأمل. الله يرحم الشاعر اللي قال: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نحن أمة الأمل، ولكن لابد أن نتعاون على المستويات الآتية. المستوى الأول الإيمان، هو الصح، لازم يقوى. القاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ربي قال يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الإيمان هو العامل الرئيس الأساس في استقرار الأسرة، الرجل مع المرأة. إذا كان عندهم الإيمان لا بأس، مع لازم نتعاونوا باش نقويوا الإيمان. اثنين، التقوى، الخوف ربي. ربي في الآية الأولى من سورة الأنفال قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سبحان الله، خافوا ربي. حنا الجزائري يقول لك: خاف اللي ما يخافش ربي. إذا كان الزوج ما يخافش ربي يظلم، نقولوا خاف ربي. وإذا كان الزوجة أيضا ما تخافش ربي تظلم. ولازم يذكر بعضنا بعضا: اتقوا الله. ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قالوا اتق الله. ماشي واحد كيقول لك خاف ربي تقول على يقول بارك الله فيك، ذكرتني. صمام أمان، تقوى الله رأس الأمر كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صار نزاع، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. العامل الثالث، لازم تأهيل هذا الشباب جديد، ونثمن جهود الجمعيات وجهود المساجد والمشايخ والمختصين اللي راهم يديروا ما يسمى بدورات، دورات تاع التكوين، تاع تأهيل المقبلين على الزواج، بل يحتاج إليها الجميع. هذه الدورات مهمة جدا، هذا عامل مهم. العامل الرابع له العامل التربوي، منظومة القيم. وحنا عندنا مصدران كبيران للقيم، المصدر الأول هو الشريعة تاع ربي، والمصدر الثاني هي الأعراف الجزائرية. وعلى بالكم القيم اللي عندنا في الجزائر جميلة جدا، لي فالور، القيم، القدر والاحترام، كيقول دادا لالا عمي خالي سلم، وهذه كلها مهمة جدا. هنا عامل العروسة كي تسلم ذكية باش تكسب قلب زوجها لازم تفرح والديه، ماشي تقول لك انا لا يجب علي ان اخدم الا زوجي. الله يا ربي الله، زعمة. ولكن ما وحدة ذات كاسمة لعجوزتها قالت لها: ماشي واجب علي نقدش عليك هكذا، شوستين فافور. هذا دين، هذه أخلاق، هذه حرف. يا عجبة، والله غير حشمت نقول هالكلام، وإن شاء الله ما زيدش نقوله كامل خطر ثقيل. وش بيكي؟ قريتي شوية شريعة علاش تجرحي؟ علاه تقول لعجوزتك هذا الكلام؟ راكي جرحتيها. هو ربي واش قال؟ قرأوا برك عند الإقامة، شفت هنا، قرأوا لي انتم الآية هذيك ليه مورانا ليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف الآية 18 السطر الثالث الصفحة اليمنى رقم الصفحة 520. وفي الإقامة شفتها قلت سبحان الله، هي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربي قال: وقولوا للناس حسنا، للناس ماشي لعجوزتك، هاو للناس.
أو كي تجي العشية زوجك يجي يمه تقول بسم الله ما شاء الله، اليوم الزوجة نتاعك فرحتني وقامت بيا، يقول يقولها يا المرأة بارك الله فيك. هاو يجي نهار هي كي تغلط في حقه يقول سمحت لك أنا عميه، خطر أخطاؤها تغرق في بحر حسناتها، والحسنات تشفع، يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف الآية كيف ينسجم على الحديث، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذا الجانب التربوي لازم نهتموا به، والقيم التربوية عندنا مصدران، مصدر نتاع القرآن والسنة، وعندنا مصدر الأعراف نتاعنا، وهي غنية جدا لابد أن نثمنها ولابد أن نحسن استثمارها. إذن من أجل ذلك هذا أملنا، زيد أكثر من ذلك أنه لابد أن تؤسس مجالس الصلح في المساجد وفي الفضاءات المختلفة، المراكز والجمعيات وكذا، هذه مجالس نتاع الاستماع نتاع هذه. والحمد لله أعلم وعلم اليقين أن الكثير من أئمتنا جزاهم الله خير يفعلون ذلك، والمرشدات الدينيات يفعلن ذلك. هذا وجه مشرق، نريد فاعلية أكثر. علاه؟ كاين اللي ما يقدروش يطبقوا الآية 35 من سورة النساء، ما يجيش الحاكم من هنا من هنا، وممكن يجي ويزيدوا يكملوا عليها كامل، واحد يقول لي كنت راجل طلق كذا، الله غالب. ولكن الإمام والمرشد والمصلح الاجتماعي يستوعب هذه المسائل جيدا، ما عندوش تغنات ولا، يحاول يدير الصلح بيناتهم ويتفاهموا ويتصلحوا بسم الله ما شاء الله. الخاتمة، تحديات الأسرة الجزائرية خصوصا والأسرة المسلمة عموما والأسرة البشرية بوجه أعم كثيرة، منها هذا التحدي الإعلامي، الإعلام الناقل للأفكار، الناقل للقيم التي لا صلة لها بديننا وبأخلاقنا وبأصالتنا، هذه تضر كثيرا، والآن راهي تنقل، الله غالب، تكنولوجيا، ممكن يجيو الوالدين والمربون والأئمة يزرعوا القيم والأفكار في الصغير طفل ولا طفلة، في هذه اللحظات هو يستقبل بعض الرسائل عبر الهاتف النقال، كل شيء راح. هذا التحدي نعاني منه جميعا، كلنا معنيون بهذا الأمر، ما كاينش يقول كان خاطيني ولا أنا نقدر، غير ربي اللي قادر سبحانه، إنما احنا نتعاونوا ونتكلوا على ربي سبحانه. إذن هذا تحدي كبير لابد أن نعد له العدة، عن طريق البرامج، عن طريق المشاريع، عن طريق، طبعا الحديث يطول ولكن نكتفي بهذه العناوين. أكثر من ذلك هناك مؤسسات تعمل الآن على دمار هذه الأسرة، ومؤتمرات تعقد، نعطيكم على سبيل المثال في حدود هذه اللحظات مؤتمرات المرأة التي تمت تحت الرعاية السامية للأمم المتحدة كل 5 سنوات، أذكر على سبيل المثال مؤتمر المرأة في المكسيك سنة 1975، بعد 5 سنوات في كوبنهاغن 1980 إلى آخره، في مؤتمر أيضا شهير في بكين 1995، بعد 5 سنوات في نيويورك بأمريكا سنة 2000. العنوان الكبير مؤتمرات المرأة، ويا درى
واش راهم يديروا في هذه المؤتمرات. ما يسمح ليش الوقت باش نعطي لكم بعض القرارات والتوصيات التي خرجت بها هذه المؤتمرات. في المقابل شوف دعوة منظمة كاين ما يسمى بمؤتمرات السكان والتنمية، هذه كل 10 سنوات يديروا مؤتمر. مؤتمرات المرأة كل 5 سنوات سمعتوا نماذج. مؤتمرات السكان والتنمية تحت الرعاية نتاع الأمم المتحدة كل 10 سنوات. أول مؤتمر صار في بوخارست سنة 1974. في 1984 بعد 10 سنوات صار في المكسيك. بعد 10 سنوات 1994 في القاهرة، وهذا مؤتمر شهير حضرت 160 دولة وحضرت أكثر من 1200 منظمة غير حكومية. وحينما نطلع على توصيات هذه المؤتمرات نقرأ العجب. إذن ما هو نافع مرحبا به كما بينا في مقدمة هذا اللقاء، فالحكمة ضالة المؤمن، ولكن أيضا كثير ما نستورد أفكار الدمار التي تأتي على قيمنا الإسلامية وقيمنا الأصيلة فتدمر الإنسان وتدمر الأسرة ومن خلال ذلك وبعد ذلك تدمر المجتمعات. أكتفي بهذا، ولكن ربنا عز وجل قال لنا خدموا العمل. سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا، كل واحد يخدم. الآئمة البسيكولوج تاع الطب النفسي السوسيولوج علم الاجتماع المربون المرشدون المرشدات الوالدين الأجداد الإعلام كل واحد يبني، خطر أمرنا بالبناء. أمرنا ربي قال خدموا ربي يطلع عليكم، يخاطب الجميع بقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع يشعرنا بالمسؤولية جميعا فيقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أخيرا إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. شكرا لكم والسلام عليكم.